هنقول الشعار بتاعنا مرة واحدة عشان لو حد ما كانش موجود معنا، وبعدين هنقول ترنيمة مع بعض. اللي كانوا حاضرين معنا يقولوا معنا، عشان هي احنا هنقولها مرة واحدة بس. اوكي، انا بحبك يا رب، انا بعبودك يا رب، انا قلبي طول الطريق هيفضل ملكي ليك، وعنيا طول الطريق هتفضل ثابته عليك. أنا بحبك يا رب، أنا بعبودك يا رب، أنا قلبي طول الطريق هيفضل ملكي ليك، وعنيا طول الطريق هتفضل ثابتة عليك. كان من المواقف الحلوة للتلاميذ مع الرب يسوع لما كان يبعتهم، كان أما كانوا بيرجعوا كان على طول كده كتاب المقدس يقول إن هم فلما رجعوا حدثوه بما فعلوا. دي حتى موجودة في صلاة الساعة 9 بإنجيل صلاة الساعة 9. فحلو إن الواحد يواظب لو يقدر إن هو كل يوم بيومه يقعد مع ربنا ويتكلم معاه عن اليوم كله. الترنيمة دي اللي هي بتاعت كل يوم تحت صليبك، بحس ان احنا يعني حاجة تشجيع ان الواحد فعلا مهما كان عنده كل يوم محتاج ان هو يقعد مع ربنا. خلينا نرنم ونصلي بيها. كل يوم تحت صليبك كنت بفكر دايما فيك يا ربي واجيلك من غير خوف زي ابويا عن اسراري وعن حكايتي هناك. كل يوم تحت صليبك كنت بفكر دايما فيك يا ربي واجيلك من غير خوف زي ابويا عن اسراري وعن حكايتي هناك بحكيلك. كنت كتير يا ربي بفكر من دلوقتي وحتى ما اكبر اني لا يمكن يوم هتغير وانسى صليبك. كنت في قلبي دايما اصلي يفضل حبك فيا تملي، وما فيش حاجة في يوم تمنعني اني اجيلك وافضل احكيلك. ولما كبرت ناديتك تاني بس لقيت في ايدي يا ربي قيود منعاني، حزن وخوف مالي كياني، سجن خطية وحب وشهوة عالم فاني. ولما كبرت ناديتك تاني بس لقيت في ايدي يا ربي قيود منعاني، حزن وخوف مالي كياني، سجن خطية وحب وشهوة عالم فاني. وبقيت تاني يا ربي بفكر امتى ارجع لك وازاي هقدر اقعد زي ما تحت صليبك. وبقيت تاني في قلبي بصلي انك تغفر لي وتخلي شهوة قلبي وروحي تملي اني اجيلك
وافضل احكي لك. واما رجعت لقيتك حاني بين احضان الاب في الروح فرح، مسحت دموعي جددت كياني باعترافات من عمق القلب نجم. ولما رجعت لقيتك حاني بين احضان الاب في الروح فرح يملاني، مسحت دموعي جددت كياني باعترافات من عمق القلب ندم جواني. وازاي بقى يا رب هكافئك على غفرانك وعلى رعايتك، هفضل طول الوقت اطوعك جوه طريقك ويكون قلبي بيرنم لك طول العمر يمجد اسمك اغلى ما عنده بيقدم لك لما اجي وافضل احكي لك. علشان نلحق نروح وتريحوا هنخش في الموضوع التاني على طول. الموضوع التاني متهيألي كده ده اخطر حاجه في المؤتمر. احنا اتكلمنا عن الطريق وناخد معانا ايه. الموضوع التاني عنوانه العثرة الكبرى في الطريق. يعني ايه العثرة الكبرى في الطريق؟ يعني ازاي الانسان ممكن يتكعبل الكعبلة اللي تتوهه، والانسان ممكن يعصر في ناس كتيرة قوي. يعني ممكن اي حد فيكم يعصر في اب كاهن، ممكن، ممكن اي حد فيكم يعصر في اخ شماس، ممكن، ممكن اب واحد فينا يعصر في اي حد ممكن. بس ساعتها نطبطب عليه ونقول له ايه، معلش يا اخي، ما هو بشر، ما هو بشر والبشر بيغلط. لكن اسوأ عثرة واكبر عثرة ان الانسان يعصر في الله ذاته، وعلشان كده اسمها العثرة الكبرى في الطريق. هنتكلم في موضوع حساس قوي 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 محتاج تركيز، وعلشان نفهمه وقبل ما نكمل الرحلة، أسوأ حاجة في الرحلة ان يحصل بينا سوء تفاهم مع ربنا قائد الرحلة. وعشان كده النهاردة هنحط، مش عارف اقول ايه، هنحط بروتوكول نحاول من خلاله نفهم ربنا عشان ما نعصرش فيه في الرحلة. هبتدي معاكم كده بحاجة بسيطة. ايه الحاجة البسيطة؟ عاوز اقول لكم على حاجات بتحصل وهتلاقوا انه بتحصل مع كل واحد فينا بنفس الطريقة. يعني على سبيل المثال، مرة هقول كده، واحد يقول لي يا ابونا ربنا حنين قوي قوي قوي، انا مهما احكي لك عن ربنا واللي عمله معايا، اب ايه ده، ده مفيش زي ربنا، حنين يا ابونا. ايوه يا حبيبي مصدقك، لا يا ابونا ارجوك صدق، يا حبيبي مصدقك، هو من كتر انفعاله يعني مش شايف غير كده. ونفس الانسان في موقف تاني من مواقف حياته يقول لك ايه، انا كنت فاكر ربنا حنين، كنت فاكر ربنا حنين، انا الحقيقه تعبان. وفي موقف ثالث من المواقف يقول على فكرة بقى ربنا قاسي جدا، ربنا ناسي كل الناس ومركز معايا أنا، وبعدين عملت إيه عشان ربنا يعمل فيا كده؟ إشمعنى أنا؟ ربنا قاسي. أقول لك يا أبونا من ساعة ما جينا أمرنا حصل فيه إيه؟ أنا هحكي لك، يتروي في كتاب يا أبونا. الله، ما أنت كنت بتقول ده ربنا شالنا وجاب لنا الفيزا وجينا وكسبنا القضية وخدنا اللجوء وعملنا مش عارفين وربنا حنان قوي. بعد 3 سنين تعرف رب من ساعة ما جينا حصل فينا ايه؟ انا احكي لك، روحنا كنيسة وما ارتحناش فيها وطلعوا كلام على مراتي ومش عارف ايه، ادي الكنيسة، الشغل 3 مرات يا ابونا في 2 سنين اسيب شغل ومش لاقي اكل والعيال مش عارفين.
ابني جاله مرض واحد في الألف. طب ما تشكر ربنا انك في امريكا يمكن تعالجه احسن من مصر. لا امريكا دي مش شفناش فيها يوم حد. طب ارجع. مش قادر ارجع. طب ربنا هو الوحش. في الاخر خالص وصل لكونكلوجن ان ربنا قاسي جدا. حاجه عجيبه قوي ان نفس الانسان اللي بيقول ربنا حنين جدا في مرحله تانية قال انا كنت فاكر ربنا حنين، وفي مره ثالثه قال ربنا ايه قاسي جدا. وممكن نشوف مثل تاني، واحد يقول لك ربنا ايده قويه، شفت عمل ايه في مصر؟ طخ طخ نزل خلص. قال كان بيقول هيقعدوا 500 سنه كده. ربنا ده محدش ايده قويه، جبل معطم كريم بحر الاحمر ايده قويه. رب حرب المعامليك. ويجي في موقف تاني اللي بعده يقول ايه؟ على فكره هو فين ربنا؟ انا مش شايفينه، يعني مش حاسينه. هو لما الواحد يدور عليه ما لاقوش ولا ايه؟ فين ربنا يا جماعه؟ يا جماعه حد يقول لنا حاجه. وفي موقف ثالث يقول على فكره ربنا واقف بيتفرج. هو حنين ولا 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 موقف. انا اخد حاجه ثالثه بس مثل عاوز ياكد فكره. واحد يقول على فكره يا ابونا الا الصلاه، الصلاه تعمل معجزه. الصلاه دي انا اختبرتها يا ابونا معجزه، اختبرتها معجزه. وفي موقف تاني من مواقف حياته يقول لك على فكره انا صليت كتير قوي وربنا ما بيعملش حاجه. الموقف الاسوا جاي يقول لك ممكن تقول لي ايه فايده الصلاه اذا كان ربنا هيعمل اللي عايزه في الاخر؟ تعرفين انتوا بتضحكوا ليه؟ لان كلنا في كيرفات علاقتنا مع ربنا مرنا بالحاجات دي. قلنا الثلاثة، قلنا مرة انه حنين قوي، وقلنا هو فين، وقلنا ايه مش موجود. والصلاة معجزة، صلاة فرج ما اسمعش. مرة نصلي ليه اذا كان في كل الاحوال هيعمل اللي هو عايزه بيحصل. ناخد حاجة ثالثة، يعني ايه واحد ابو الجد عايش عنده 90 سنة والولد اللي عنده 7 سنين يجيله كانسر في المخ بيتسلى على اعضائه حته حته، وتقولوا لي محب البشر، وتقولوا لي صنع الخيرات؟ امال لو كان كاره البشر كان عمل فيهم ايه؟ امال لو ما كانش لا يا جماعه لا لا بص ما حدش يكلمني انا خلاص قفلت. لان اللي بيحصل ده لا في ضابط كل ولا في محب بشر ولا في اي حاجه خالص. انا مش شايف غير عصره، والعصره دي في ربنا، ومحدش يجيب سيره ربنا في البيت ده تاني. على فكره في مواقف معينه وفي ظروف معينه ناس ممكن يقولوا الكلام ده، وسمعناه من ناس مش غرب من الشارع، ناس كانوا موجودين في الكنيسه. فالحقيقه احنا عندنا مشكله، هنكمل ازاي الطريق مع ربنا احنا مش فاهمينه. تعالوا ناخد اكزامبل تاني خالص بعيد عن الحاجات دي. واحد من وجهة نظره شايف ربنا بصورة مختلفة عن واحد تاني. فواحد شايف ان ربنا هو الديان العادل، كل الامثلة اللي هيقولها شفت ربنا تلاقي كده تخش الكنيسة تحس ان فيه جلسة ارهاب. ربنا اتقي غضب ربنا، ربنا ما اشفقش على سدوم وعمر، حرقها نار من السماء، ربنا طوفان خرق العالم كله وقضى عليه. واحد اسمه عزة مرس مسك تابوت العهد موته. كل اللي شايفه في ربنا ان عخان ابن كرمي صوروا واحد عشان شرق حتة قطيفة ولسان ذهب ولسان فضة يحرقوا هو ومراته وعياله واللي سنقهم ليه؟ لا ربنا يا جماعة عنيف جدا جدا. ولما يسألك حتى في سفر العهد الجديد تقول له بس ربنا في العهد الجديد يعني كان حنين، يقول لك لا انت ناسي سفر الرؤيا، 7 ملائكه يسكبون جماد غضب الله، كل واحده اسوأ، كل ضربه اقرب من اللي قبليها. انت ما سمعتش بولس الرسول مخيف ان هو الوقوع في يد الله؟ تحس تلاقي نفسك دخلت خلاص، يعني مش هتطلع مش هتطلع، مفيش فرصة لخلاصك أبدا.
والآية اللي حافظها في الكتاب المقدس كله يقول لك من أخطأ فواحدة صار مجرما في الكل. ابقى قابل. إذا كان الصديق اللي هو القديس بالجهد يخلص حتى الكنيسة قالها لك عشان تنكد عليك كل يوم قبل ما تنام، إذا كان الصديق بالجهد فأظهر الخطأ ابقى قابلني لو حد دخل. فتلاقي الناس عندها إحساس كده مع ربنا صعب قوي. يقول لك على فكرة أساسا السماء قفلت من 1000 سنة فاتت، ده كل ده الوقت الضايع. يعني أساسا الموضوع منتهي يعني. تاخدي بالكم دي رؤية. وفي ناس تانية الحقيقة ليهم رؤية تانية خالص، برضو رؤية ما نقدرش نقدرها. ده بقى لما اتكلم ربنا يا سلام على ربنا الحنان تعور بس اليمين اللي عاش طول عمره بالخطية في لحظة واحدة يدخل أبدي اليوم تكون معي في الفردوس، ويقولها لك بطريقة يعني برطعة، اعمل اللي انت عايزه ما ربنا موجود وهيسامح. واحد كلم بحاجة، واحد كلم بحاجة تانية، وبعدين يجي على قبر العذر فتحنى ناس. شوفوا حنية قلب رب المجد. وكل بقى ده بكى على أورشليم اتحنن وقال للأبرص يطهر، تحنن ورقد وقع على عنقه في مثل ابن الضال لوقا 15. انتوا خدين بالكم الإكستريمية. فواحد على فكرة الإكستريم ان ربنا شديد وعنيف جدا ده، وده إيمانه لما يلاقي ربنا بيطول باله على الأشرار ما يعجبوش ربنا، ده مش مدرسته. والطيب قوي لو لقى ربنا بيقرص واحد من أجل توبته ما يعجبوش ربنا. ففي ناس بتعصر في ربنا، دي الصفحة الأولانية بتاع الطيب ولا حنين ولا مش موجود ولا دريان ولا نصلي ولا ما نصليش ولا إيه فايدتها. والمجموعة التانية بتعصر في ربنا لأنها حطت ربنا جوه برواز وحبست ربنا جوه البرواز، فأي حاجة تحصل بره البرواز يبقى ربنا مش موجود. الفكرة واضحة؟ لأن بقول لكم المحاضرة دي صعبة شوية ومحتاجة تركيز، لأن هنحل فيها مشكلة كبيرة قوي. لأن إحنا فعلا عندنا مشكلة. المشكلة دي اللي عاوزين نحلها، عندنا لخبطة. اللخبطة دي النهاردة لازم نحلها قبل ما نروح، لأن أنا مش فاهم أبويا. حاجة عجيبة قوي حصلت معانا شخصيا، لما أبويا نجحت في التداول وجاب العجلة اللي هي بتاعت حلم كل الشباب كان 17 جنيه، تاخد بالكم جاب العجلة. كنت فرحان جدا، أبويا ده أطيب أب، وإذا وحد فأوفى ووفى ووحد وأبويا بقى. بعدها بيقول مش عارف عملت ايه، قال مش هتنزل بالعجله لمده اسبوع. ابويا ده اقصى اب واظلم اب واوحش اب في الدنيا. اوقات بتحصل جوايا لخبطه، اوقات بتحصل جوايا لخبطه. قلت لكم ان اللخبطه لما تيجي في اي انسان مقدور عليها، ما احنا هنقول عليه بشر وتراب بيغلط، لكن لما اللخبطه تيجي في ربنا بتبقى صعب قوي، لان الوقعه بيبقى صعب. بنعمة ربنا في النص ساعة الجاية هنحاول نفهم ربنا صح علشان نقدر نكمل معاه الطريق الرحلة. علشان نفهم ربنا لازم نقول ازاي ان فيه 3 حاجات. اول حاجة اسمها الشمولية، وتاني حاجة اسمها حكمته، وحاجة تالتة اسمها قصورنا في فهم محبته. تاني عاوز تركيز، عاوز تركيز. دي محاضرة جامدة يعني، مش وعظة، دي محاضرة. عشان افهم ربنا في 3 حاجات لازم اعرفها، حاجة اسمها الشمولية، حاجة اسمها الحكمة، حاجة اسمها قصوري انا في فهم محبته. طيب تعالوا ناخد واحدة واحدة. اول واحدة الشمولية. يعني ايه الشمولية؟ يعني ربنا فيه كل الصفات وكل صفة إلى منتهاها. يعني لما نتكلم على حنية ربنا تبقى حنية ربنا إلى ما لا نهاية. طب ولما نيجي نتكلم على حسم ربنا، حسم ربنا موجود وإلى ما لا نهاية. المشكلة فيا أنا إن أنا مش قادر أفهم يعني إيه واحد يبقى في قمة الحب وفي قمة الحسم، لان انا عندي ميل نفسي ان انا بفضل مدرسة معينة، فمش عارف اعمل الوزنة دي. طيب تعالوا
تعالوا نفهم يعني ايه. يعني ربنا بيحضن ويحجب وجهه. يعني ايه؟ يعني في وقت ربنا من خلال شموليته في كل صفاته بيبقى عارف ان انا لا احتمل الا الطبطبه، فيعمل ايه؟ يطبطب. وفي وقت تاني لابد ان يحجب وجهه عني لان انا افتريت وزودتها والذات زادت عندي، ولازم احس ان انا بعيد عنه بخسر، فلازم يعلن عن زعل او انه مجروح مني، او قد يعلن عن غضبه بانه يحجب وجهه عني. نفس الكلام عملوا مع شعب بني اسرائيل، يطلعوا من مذلة فرعون في ارض مصر ويميتوا في البرية. هو انت اب حنين بينقذ شعبه ولا اب مفتري بيعاقب شعبه؟ انا مش مفتري، انا لما طلعتكم عشان بحبكم، وده قمة الحب. لكن علشان موسى يطلع ويجيب الوصايا العشرة وينزل لليكم، انتوا سيحتوا شوية ده وبتثبتوا لها وبتقولوا له ان العجل ده هو اللي خرجنا من ارض مصر. لا، لازم تتعاقب. هو انت ده ولا ده؟ انا الاتنين، بس انت اللي مش فاهمني. يسامح داود لانه حنين والرب نقل عنك خطيتك، وفي عدله ابن الخطية يموت. وانت عادل ولا رحيم؟ انا الاتنين، بس انت عاوز دايما صفة واحدة، عاوزني دايما رحيم معاك، وعاوزني دايما عادل مع عدوك. بس انا الحقيقة لما بكون رحيم بكون رحيم وبدي الفرص للكل، ولما بكون عادل بكون عادل للكل. يسامح داود زي قلت له ويعاقبه. واحد تاني يمدح بطرس في نفس الموقف، بيقول له انت صخرة وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. بعديها بلحظة بطرس يقول له حاشا يا رب، لما بيقول له رايح اموت يقول له حاشا يا رب، فيرد عليه ويوبخه بيقول له ابعد عني يا شيطان. هو بطرس شيطان ولا صخرة؟ الحقيقة في الموقف ده كان لابد ان بطرس يمدح لانه اعلن حقيقة الهوت المسيح، وفي الموقف ده كان الشيطان يستخدمه لكي ما يوقف تدبير فداء المسيح، فهنا كان ممدوح وهنا كان ايه؟ شيطان. انا مش فاهمك يا بابا، مش فاهم. انت مش فاهمني عشان انت عاوزني اتصرف بصورة واحدة ترضي اولوياتك وترضي طبيعتك، لكن مش عاوز تاخدني زي ما انا. وعلشان كده كل الناس التي تعصر في الله في الطريق فاتها فكرة الشمولية، فما عرفتش تفهم ربنا. ناخد مثل تاني. الله يسعى ويبحث ويترك احيانا. احكي لكم حكايه. في لوقا 15 عندنا اتنين، حاجه اسمها الابن الضال وحاجه اسمها الخروف الضال. الخروف الضال لما تاه في وسط الجبال ومأمأ، الراعي عمل ايه؟ ساب 99 عشان ايه؟ يروح يجيبه. يا تصوروا الخروف، خروف من 100 المسيح يسعى بيه. بعديه على طول عنده ابن، الابن دخل فلوس وراح صرف كل عيشته على الزواني، والاب لانه اب ولاهوت ويعرف كل حاجه، عارف ان ابنه مش لاقي ياكل وبياكل خرنوب الخنازير ومش قادر يشبع، بقى اللي ساب 99 خروف عشان خروف يروح يدور على خروف، والواد اللي من لحمك ودمك ما تدورش عليه. طب ده احنا في نص الاولاني قلت انت حنين قوي، حتى الخروف ما بيهونش عليك. وفي القصه الثانيه ابنك اللي من لحمك وشايل عصبك واسمك تسيبه وما تسالش فيه؟ هو انت ايه؟ هي نفس الفكره. عشان الخروف يمثل الخاطي الغبي، وانتوا عارفين الخروف حيوان غبي، يعني الكلب ممكن تدربه وتطلعه في السيرك مش كده؟ لكن عمركم شفتوا خروف بيطلع في السيرك؟ ليه؟ لانه حيوان غبي جدا، يعني الخروف غبي ما بيعرفش يعمل حاجه غير انه يذبح الحقيقه. فالخروف يمثل نوع من انواع الخطاء المتغرب عن المزرعه اللي ما يعرفش يرجع لوحده، فيروح ابوه يشيله على كتفه ويرجعه للقطيع. لكن اللي كان جوه الكنيسه واتنمرض، واللي كان جوه المايده وبياكل من بيت ابوه ومعيبوش ابوه باعه،
يقول لك لازم يدوق مرارة الخطية ويعرف قيمة أبوه اللي سابه عشان يرجع تاني. وعشان كده في كرونسوس الأولى الإصحاح الخامس ليه عنوان اسمه زاني كرونسوس، خاطئ كرونسوس. فبولس الرسول يقول وكنت غائبا عنكم بالجسد، فأنا بقول إن مثل هذا يقطع ويسلم جسده للشيطان. إيه اللي أنت بتقوله بولس؟ ده قصة. لا بس ده ابن ضال، ده واحد بيقعد من الناس الأولين من أرخم الكنيسة اللي معاه فلوس بيصرف على الكنيسة، بس عاوز الكنيسة تغمن عينها عن خطيته، ده يطلع بره. أنت يا بولس تقول بره؟ نفس بولس اللي قال بره في كرونس الثانية يقول لك رجعوه لئلا يبتلع من الحزن واليأس، خلاص كفاية عليه أخذ العقوبة. فإحنا لازم نعرف إن ربنا إلهنا اللي ماشيين وراه مش هنقدر نفهمه لو جردناه من كلمة الشمولية. وماذا تعني كلمة الشمولية؟ أن الله في كل الصفات وكل صفة إلى منتهاها. بس أنا في أوقات كتيرة، ودي غلطتي أنا مش غلطة ربنا، عاوزه يتعامل بأولوياتي. ده بيعملوا عندنا مشكلة في الكنيسة. يبقى الأب الكاهن صابر على خادم من الخدام ويطول باله عليه مرة واثنين وثلاثة، مرة واثنين وثلاثة، مرة واثنين ثلاثة، ويجي في الآخر بقى يحس الخادم ده بيعسر الكنيسة كلها. يقول له أنا آسف يا حبيبي، لا هقدر أناولك ولا هقدر أدعوك للخدمة تاني. أنت محتاج توبة ومحتاج تخاف الله ومحتاج يقول لي قانون روحي. راح عامل لك خليها لك ويمشي. يجي واحد طيب بقى يقول يا ابونا فلان ساب الكنيسة. ابونا انت اب؟ مفيش اب يا حبيبي، مفيش اب ما يدورش على ابنه. مين قال لك ان ما بعيطش في مخدعي؟ مين قال لك ان ما بصومش علشانه؟ لكن في موقف لازم نتعامل فيه بحسن، وفي موقف لازم نتعامل فيه بحق. اوقات احنا بنحجر على ربنا، وما دام اتعلمنا نحجر على ربنا ما بقاش غريب علينا ان احنا نحجر على الكهنه كمان. فمين عايز اوصل لكم ايه؟ علشان كده لئلا اعثر في الله في الطريق، فاكت نمبر 1 اللي هتعامل فيها من خلال الله ان الله شامل في كل صفاته وكل صفه حتى منتهاها، حتى لو بدت هذه الصفات متناقضه. لو انا قلت لكم كده وسكت مش هترتاحوا، لان برضو ما فهمتوش او في حاجات من جواكم مش مرتاحه. طب تعالوا نكمل الصفه الثانيه اللي هنتعامل فيها مع الله ونشوف ايه هي. الصفه الثانيه هي صفه الحكمه. طب ايه بقى هي صفه الحكمه؟ الحكمه معناها ايه؟ ان ربنا يعرف امتى يعمل ايه ازاي بحسب حكمته الكاملة. يعني أنا آسف لو الكلام اللاهوتيا ده يحاسبني، بس ربنا مش مزاجي. يعني إيه ربنا مش مزاجي؟ ربنا كل الحكمة، ما بيغلطش. وعلشان كده ربنا في حكمته مع شموليته، هو مش مزاجي. النهاردة ربنا متضايق فهيعكنن على البشر، النهاردة ربنا رايق هيبسط كل البشر. زي المنحة يا ريس بتاعت 1 مايو دي بتاعت زمان اللي الشعب متعود عليها. لا ربنا مش كده خالص. ربنا كل الحكمة. مش هتفهم الشمولية الا لما تفهم حكمته. يعني ايه ربنا يعرف امتى يكون ايه بحسب مشيئة حكمته الكاملة؟ يعني ربنا يعرف امتى يجرح وامتى ايه يعصب. بصوا في دكتور اروح له وإيدي وجعاني، فيقولي لا لا دي مرهم وتقفلها يومين وناخد أنتي بيوتيك احتياطي وهتبقى زي الفل. في دكتور بس قال لي لا هاتوا المشرط، لازم نفتح الدمل دلوقتي. أنا بخاف، اسكت احط لك بنج، بخاف من الإبرة. واحد تاني راح بإيده للدكتور قال له ده فيها غرغرينة لازم تتقطع. مين الدكتور فيهم الشاطر في التلاتة ومين فيهم الدكتور وحش؟ التلاتة كانوا شطار في التلات أمراض. أنا بقرب لكم الفكرة. لو كان الدكتور الأولاني شاف الغرغرينة
غرغرينا غرغرينا بتاكل في اللحم وفي العظم وبتسمم الجسم كله، ولا هدي لك مرهم وانتي بيوتك ان شاء الله كمان 3 ايام تبقى زي الفل. يبقى الدكتور ده طيب وسمح كده وابن حلال وبيريحني لما بقعد معاه، ينفع الدكتور ده؟ احنا اتفقنا فيه شموليه، يعني مره هيجرح ومره هيعصب، مره هيدور على الخروف ومره ما يسالش في الواد. طيب دي مصدرها ايه؟ مصدرها حكمه الله، كل واحد يتعامل معاه ازاي وبايه وباي مقدار. لو احنا فهمنا دي لا يمكن نعصر في الله. هديكم مثل يعرف امتى يجرح وامتى يطبطب وامتى يشخط. في حكايه دايما بحكيها للشباب عندنا في مصر، احكي لكم الحكايه دي عشان تفهموا يعني ايه ربنا كل حاجه في الشموليه، ويعني ايه ربنا بيطبق شموليته بحكمته. اب عنده 4 عيال، يمكن بعضكم يكون حافظ القصه دي من كتر ما كررتها لان دايما احكيها. اب عنده ايه؟ 4 عيال، واد فيهم كيوت قوي، لذيذ قوي، مطيع قوي، جميل قوي. خلي بالكم الاربع عيال دول هيحصل معاهم موقف واحد بس، هقول لكم يعني ايه ربنا بحكمته وبشموليته بيتعامل مع الاربعه in different situation، او situation واحد بس different acts او different actions و reactions. الواد موجود في المطبخ وفي شفشق، بيسموه شفشق، شفشق ما علينا، يعني في مثلا لمونات او اي حاجه، والشفشق ده وقع على الارض وانتش. فالاب في صدره في ايه؟ ما سمعش صوت. دخل لقى الولد زانق نفسه ما بين الثلاجه وما بين البوفيه في المطبخ والدموع في عينيه. قال له صدقني يا بابا غصب عني غصب عني، ما كنتش عاوز اكسره بس هو فلت من ايدي وانكسر. الاب هيقول له ايه؟ ده يستاهل انك تعيط؟ فداك يا حبيبي قلب شمشه، ده ولا دمعة واحدة من عينيك تستاهل انك تعيط كده. تعال يا حبيبي في حضن بابا، تعال 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 ولا يهمك. يقول بس اوعي يا حبيبي رجلك تتعور بالازاز، بس اهم حاجة تكون لابس حاجة برجلك عشان ما تعورش. ايه رأيكم في الأب ده؟ جميل. طب قوي قوي فداك يا حبيبي قال في شبشة. الواد التاني كسر الشبشة، بس الواد التاني مش زي الاولاني، الاولاني كيوت قوي وطيب قوي، التاني لا الحقيقه مش طيب قوي، يعني ايه واد كده يعني جريء شويه. فكسر الشفشه، فابوه بره بيقول له ايه اللي حصل يا حبيبي؟ قال له حصل خير حصل خير، خليك قاعد ما تضايقش، شفشه واتكسر، خد الشر وراح. فالاب هو هو والشفشه هو هو، وغلاوه العيال من بعض، بس الواد نمره 2 ده الحقيقه مش زي نمره 1. فقال له يبقى فتح فتح، فاهم يعني اتفتح؟ مش ماشي كده تلوش؟ ما هو الواد برضه ما قالش زي الاولاني. الواد التالت احنا ماشيين من تحت لفوق يعني. الواد التالت فبيقول خبط بقى فوقع على الشفشه، فابوه يقول فيه ايه؟ قال له حصل خير مش اخر الدنيا، مش عاجبك اخصمه من مصروفي. لا ده قليل ادب بقى. فالاب بقول له انت باين عليك هجيلك عشان اظبطك. الواد الرابع بقى ده الفتوه بتاعه الرايس بتاعه، فكسر الشبشه، فابوه يقول له في ايه؟ قال له معرفش الست اللي انت متجوزها دي جابها لنا منين، حطها لي الشبشق في حته مش عارف مين، خبط الشبشق نط خطبط في ايدي، الشبشق نط خبط في ايدي وقع كسر. قال له طب تعالى لي بقى يا حبيبي. سيبوكم الضحك، انتوا فهمتوا انا عاوز اوصل لايه؟ فهمتوا يعني ايه شموله وحكمته في التعامل مع الموقف؟ يعني ربنا في كل الصفات، بس الحدات كبيره قوي، سلوكي انا وردود افعالي انا بتخلي ربنا يستخدم معايا الصفه دي في التعامل والصفه دي في التعامل والصفه دي في التعامل، بالرغم ان في كل الاحوال كان بيحب داود، بس في موقف عمل مع داود ايه، وفي موقف تاني عمل مع داود ايه، وفي موقف تالت عمل مع داود ايه. اتفهم؟ ما انا قلت لكم دي اهم حاجه، لان هنفهم فيها ربنا، دي اهم محاضره في المؤتمر كله اللي هنحاول نفهم فيها ربنا صح. يبقى اول صفه بعرف فيها ربنا اسمها الايه؟ الشموليه. الصفه الثانيه اسمها الايه؟ الحكمه. وعلشان كده هكمل معاكم ان يوسف كان ربنا بيحبه ولا ما كانش بيحبه؟ بيحبه جدا.
جدا. بس يوسف كان عنده مشكلتين. المشكلة الأولانية حبيب أبوه ففتان. عارفين إن إيه فتان؟ مكتوب في الكتاب المقدس كده في سفر التكوين: وكان ينقل لأبيه نميمة أخوته. عارف بابا رأوبين كان قاعد مع شمعون بيقول له إيه؟ بيقول له مش عارف مين أبوك كبر وخرف. قال له بس أنا يا بابا قلت لهم قلت أقول لك يا بابا بيقول عليك من وراك. الواد بقى إيه؟ رويتر، رويتر، وكالة رويتر الأنباء. فتان كده. وكانت عنده مشكلة تانية، عنده الزهو. كلكم بتلبسوا قميص أبيض كتان، أنا بلبس سني ملون، أنا بلبس أي حاجة، أنتوا كلكم بتجيبوا مش عارف وول مارت، أنا بجيب من معرفش اسمه إيه؟ ما علينا. المهم يعني فهي مشكلة إيه؟ إنه كان شايف نفسه شوية. فيوسف كان شايف نفسه شوية ونمرة اتنين فتان. مرة تاني يقول على فكرة احكي لهم حلم، حتة حلم كلكم بتسجدوا ليا، النجوم والشمس والقمر بيسجدوا لي، لدرجة أبوه وأمه شخطوا فيه، يعني لايمها شوية. مش كده يا أخي، ربنا بيحب يوسف وشايف إن الغرغرينة بتكبر في إيديه، لا هينفع أعمرهم ولا شوية سلفة ويبوسالوا له واوا واوا، لا 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 ده المرض أخطر من كده بكتير قوي 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 قوي، ده المرض ده هيضيع مين؟ هيضيع يوسف. وعشان المرض ده هيضيع يوسف الحقيقة هتتباع يا يوسف وتشتغل خدام يا ابن الأسيان. طب رضينا بالهم والهم مش راضي بينا، لا والست كمان هتشتهيك كمان، وبعد ما الست تشتهيك وانت هتحاول تهرب تلبس تهمة محاولة التحرش والاغتصاب، وبعدين تخش في السجن. تخش في السجن كام يا يوسف؟ 10-11 سنة كده يعني، مش 4 أشهر في تخشيبة ولا 4 أيام في الحجز. لو واحد دخل 4 أيام في الحجز ينهار. تصوروا واحد يعيش كل ده وبعدين ربنا يقول له بعد كده هديك النجاح وتبقى الرجل الأول في مصر بعد فرعون، وانت ماشي كل المصريين يطلعوا ويسجدوا لك بالأمر يا يوسف، وانت اللي هتنقذ العالم كله من المجاعة. ما انا مش فاهمك يا رب. ما هو عشان تعرف تفهمني لازم تفهم فيا الصفتين اللي احنا اتفقنا عليهم في الأول: 1 الشمولية، و2 الحكمة. الشمولية ان انا ممكن اكون شديد معاك ده ما اكون بحبك لان انا فيا الصفتين، والحكمة اعرف امتى اطبطب عليك. حتى وانت في السجن كنت بطبطب عليك، اديتك احلام وتفسرت، كنت امين لدرجة ان رئيس السجن ادالك كل المفاتيح وكلمة وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا ما جاتش الا في السجن على فكرة. وعشان كده قلت لكم من اول خالص ان دي اهم واخطر محاضرة، لان دي لو فهمناها صح هتجاوب على حاجات كتيرة قوي في حياتنا الروحية بعد كده، ولو ما فهمناش هنعصر في ربنا في حاجات كتيرة قوي في حياتنا اللي جاية مع ربنا. حاجات كتيرة قوي بتحصل ما بنفهمهاش، لكن لو انت تثق في الشمولية وفهمت يعني ايه حكمة هتنطبق عليك الآية اللي قالها رب المجد يسوع لبطرس لما قال له ايه: ستفهم فيما بعد. قلنا كم مبدأ لغاية دلوقتي؟ 2. المبدأ الأولاني اسمه الشمولية، والمبدأ الثاني اسمه الحكمة. آخر حاجة هناخدها النهاردة: قصرنا في فهم محبته. يعني إيه قصرنا في فهم محبته؟ شوفوا ربنا كده الآيات بتقول إيه: محبة أبدية أحببته. يقول هكذا أحب الله العالم، واحدة في أرمية واحدة في يوحنا. عاوزكم تفهموا يعني ايه ربنا بيحبنا قوي 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 قوي. هنجمع شموليته مع حكمته ونضيف عليها محبته. يعني ايه بقى؟ عاوزين نفهمها مع بعض. هقول لكم المبدأ وبعدين نشرحه مع بعض. ربنا وهو بيحبني قوي، افهم القاعدة وبعدين يعني احفظها وبعدين نفهمها. اذا تعارضت مصلحتك مع صلحك فالله يبدي صلحك على مصلحتك. بصراحه يا جماعه مصلحتي ان انا ابقى غني، والواحد ما يحتاجش لحد في كوتين
لأن بصراحة كده الواحد يبقى مستور كده ومنجح عيلته. بس دي مصلحتي، ربنا عارف حاجة تاني خالص، إن لو الأخ ده اتلم على شوية فلوس الفلوس دي هتضيعه، فيفضل مقفل عليه الحنفية قطرة نقطة 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 نقطة، وبعدين يقول له نقطة نقطة، يقول له أنت عاوزك حاجة مش النقطة بتنزل في وقتها، أنت ما تمشيش إلا بالنقطة نقطة. مثلا أنا مش هحلكم الفكرة، وإحنا عيال أوقات كتيرة قوي كنا بنشمط في الشوكولاتة أو الحاجة الحلوة اللي بيجيبها لنا قرايبنا لما يجوا يزورونا، يقول يا ماما عاوزين مش عارف مين، فتقول إيه؟ لأ، اللأة دي كانت كلها حب، لأن عرفت إن إحنا كنا أخدنا الحلويات ما كناش اتغدينا، يمكن الأكل اللي كنا بناكله مش طعمه حلو زي الشوكولاتة، بس الشوكولاتة ليها وقت ولو أكلتها دلوقتي هتضرك. في أب بيبقى عنده فلوس كتيرة قوي 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 ومصلحتي إن أنا أعيش في عز أبويا، ويقول هديك فلوس بالقد، لأنه يعلم تماما لو ادالك فلوس أكتر من القد أنت هتضيع. ففي الوقت اللي أنا بعتقد فيه إن في بعض الأمور اللي بتمر في حياتي هي في منتهى القسوة، طلعت إنها في منتهى الحب، لأن حبه مع حكمته مع الشمولية اللي إحنا اتكلمنا عنها تخلينا نفهم ربنا، إن ربنا إذا اختلفت مصلحتي مع صالحي هيبدي صالحي عن مصلحتي. على سبيل المثال، هل ممكن يكون في أب محب يسمح لأولاده بالتجارب؟ ما أنت محب، دي بقى لازمتها في العالم سيكون لكم ضيق يعني. تردوا علي، وفي أب فينا بيجرب في أولاده؟ طب ليه ربنا بيسمح لنا بالتجارب؟ يقول لك إذا كانت التجربة هي الحاجة الوحيدة اللي هتعلمك الصلاة، لأنك عمرك ما هتصلي إلا بالتجربة، فأنا هسمح لك بالتجربة اللي تعلمك الصلاة. إذا كانت التجربة اللي هتعلمك الانسحاق والاتضاع اللي داخلك السماء عشان أنا بحبك هسمح لك. أنا عاوز أقول لكم حاجة، ممكن أسألكم سؤال؟ لو جه وزير التربية والتعليم في مصر وقال بص يا جماعة جنتلمان أجريمنت، يعني ايه جنتلمان اجريمنت؟ انا هقول لكم اتفاقيه، اي حد في الثانويه العامه يجي يقول لي انا ذاكرت مذاكره اللي دخلني كل الطب هدخله كل الطب، واللي اللي ذاكرت ذاكره كل العلوم هدخله كل العلوم، واللي اللي انا هذاكر كليه كل التجاره انا مصدقه اي بليف يو هدخله كل التجاره، في حد هيقف في الثانويه العامه؟ ليه؟ كلنا نصابين، كلنا نخش كل الطب. أتاري إن التجربة اللي ربنا بيسمح بيها ده نوع من أنواع محبة ربنا ليا علشان يصلح بيا فيها حاجات، أنا مش هعرف نفسي على حقيقتي. يعني بصوا أنا أقول لكم مثلا، أنا شايف إن أنا إنسان صبور وحمول جميل، أنا شايف نفسي كده، أنا شايف نفسي صبور وحمول وجميل وما بتضايقش والآخر، وأنتوا كلكم ملايكة، كل واحد فيكم مش بيجي يسلمني يبص الصليب ده بيعمل لي مطانية وبعدين يبص إيدي وبعدين يبص الصليب، ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك لينا. وأرجع لمراتي أقول لها أنا ربنا مديني هدوء ومديني طولة بال، هو ده كده صح؟ وكده عندي هدوء طولة بال؟ تعالوا بقى اتفرجوا بقى، واحد منكم بقى في وسط ما أنا بتكلم كده يعرف عيده، ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله يا ابونا ده؟ ده كله كلام نظري، ما تقول لنا كلام من اللي احنا عايشينه، وبعدين جايبينك لانت لا انت عارف مصر ولا عارف انت مش عارف امريكا ولا عارف ظروف امريكا، ما يجيبوا لنا حد من اللي عايش في امريكا يكلمنا، كلامك نظري وعالي قوي يا ابونا. واخدين بالكم؟ طب اتفضل ارتاح وهقابلك بعد المحاضره. انت مش عارف تجاوب عليا يا ابونا وبتقول لي بعد المحاضره؟ لا ده ما بكلمك ترد عليا دلوقتي. ده اللي بيني انا بقى هادي ولا مش هادي. فأتاري ان التجربه
اللي ربنا بيسمح لي بيها وبعتقد انها لا حب، هي قمة تدبير محبته عشان اشوف نفسي على حقيقتها. وعلشان لو انا عاوز اتعلم الهدوء وعاوز اتعلم طول الاناء، الحقيقة هيبعت لي الزوجة منكفة. يعني ازاي يعني مثلا هتعلم الهدوء ازاي؟ فتنكفني، طب معلش ربنا تكفني، وبعدين احمر، وبعدين اخضر، وبعدين في مره من المرات لقيت نفسي صورت مثلا على زوجتي بقول بعدين في الست دي، وبعدين كنت فاكر نفسي هادي، طلعت ان انا ايه؟ اتاري التجربه بتبينني على حياتي. كان عندنا خادم زمان كان اسمه الاستاذ جرجس، يفتكروا الدكتور وجيه كويس طبعا. استاذ جرجس ده بقى راهب وخدم بعد كده في مسقط ولا في قطر حاجة زي كده، كان اسمه أبونا. بقى أبونا إيه؟ هو جرجس اللي هو أخو ملاك، لأ مش أبونا يوحنا أخو ملاك، جرجس اللي هو كان خريج قسم ألماني، هو بقى ده أبونا. لأ ده بتاع النمسا، لأ أنا بتكلم على واحد تاني اللي خدم في مسقط أو عمان، يمكن نبيل رياض، بالتالي انا متلخبط بين الاثنين. المهم انا هحكي لكم بس حكايه على ابونا ده الراهب. ده كان خادم بيخدمني انا في مدارس الاحد وانا طفل، وبعدين راح الدير. فلما راح الدير عمل مطانيه الرئيس الدير، وما كانش في ساعتها في جلاليب اللبني، كان في على طول تلبس جلابيه بيضه وبعديها سنه تتعمل راهب. فراح لرئيس الدير، فرئيس الدير بيقول له ايه؟ اسمعوا دي عشان تفهموا يعني ايه تدبير المحبة، ايه تدبير محبة الله ده اللي ما بنفهموش. فقال له خطاياك ايه او ايه اللي بتعاني منه؟ قال له طبعي كذا طبعي كذا طبعي كذا. قال له انت بتتنرفز يا حبيبي؟ قال له لا، اشكر ربي انا هادي جدا 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 جدا. بس انا متلخبط هو مين فيهم، يعني دلوقتي متلخبط مش عارف اجيبها، اعتقد كان نبيل رياض او يعني. المهم قال له انا هادي. فراس الدير قال له يعني انت ما بتتنرفز؟ قال له لا خالص. قال طيب روح الحته الفلانيه الالمانيه. فبقى ده طالب لسه طالب رهبانه جديده، والحكايه دي قديمه وحكيتها كتير. فجاله مين؟ جاله راهب من القدام اللي في الدير. قال له ابونا؟ قال له نعم. ازيك يا ابويا؟ الحمد لله على السلام. قال له ابونا؟ قال له نعم. قال له انت بتعمل ايه؟ قال له الحقيقه انا بغسل الحلل. قال له بتغسل الحلل ليه؟ قال له عشان بيقولوا ان في المطبخ محتاجينها يطبخوا الطبيخ. فقال له ايه؟ سيب الحلل اللي في ايدك، في حد يعمل كده؟ بعد ما تبوظ الليبه بال 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 بالحلل والازانات والسمنه والزيت اللي متلاجس فيها الاطباق، انت ما بتفكرش؟ سيب الحلل وابتدي بالاطباق. قال له اخطيت يا ابونا، ده لسه طالب رهبانه واول يوم لي في الدير، لازم يمشي كويس قوي، ده يعني بيدي امبريشنز يعني عن نفسه. فساب الايه؟ الحلل ومسك الاطباق. قال له راهب تاني. قال له بتعمل ايه يا اخ؟ قال له بغسل الاطباق. قال له انت عارف ان الشجر اللي في الدير هيموت بالشكل ده؟ الزرع ده ليه يوم معاد قبل ما الشمس تحمى وقبل ما الشمس مش تغيب. دلوقتي تسيب اللي في ايدك وتزرع. فمسك الخرطوم يزرع الشجر. قالوا مين؟ ابونا بتاع المطبخ. قال له خلصت الاذانات؟ الحلل؟ قال له لا ما خلصت الاذانات. قال له بتسقي الزرع يا حبيبي؟ انت في جنينه؟ انت في جنينه الاسماك؟ سيب الخرطوم وادخل على الحلل. قال له اخطيت يا ابونا. دخل على الحلل. لما دخل على الحلل جاله بتاع الاطباق. قال له الاطباق خلصت؟ قال له اصل ابونا. قال له هتقول لي اصل ابونا؟ الناس اللي بتجيلنا انت منين؟ قال له من مصر الجديده. قال له عشان كده من مصر الجديده يخرج شيئا صالح. ارمي الاطباق. جاله بتاع الشجر. قال له خلصت الشجر؟ قال له اصل يا ابونا. قال له ما فيش فايده بيك. يمسك الخرطوم يجي له بتاع الحلل، يمسك الحلل يجي له بتاع الاطباق، يمسك الاطباق يجي له بتاع الشجر. فضلوا يبهدلوه كده تلات اربع ايام تكدير. في اليوم الخامس راح لرئيس الدير وعمل له مطانيه. قال له كنت اظن ان انا انسان هادي، طلعت ان انا انسان غضوب، والجلابيه دي ما تلزمنيش، انا هلحلكم وعاوز القميص والبنطلون بتاعي. قال له يعني انت اعترفت انك انت غضوب؟ قال له جدا جدا جدا، ده انا تمنيت الشر للرهبان الثلاثه.
قال له مدام كده يبقى تنفع. لا لا خليك في الدير معانا. بس كان داخل دخلة في الأول إيه؟ عايز أسألكوا سؤال، لما رئيس الدير صلت التلاتة أن يكدروه، كدروه يعني يتعبوه يقرفوه بالبلدي، لما رئيس الدير كلف التلاتة أن يقرفوه، كان قسوة ولا حكمة ولا حب ولا شمولية؟ التلاتة، لأن لما لقان كسر حضنه، ولما لقامت فرعا قدمه، ولما كان شايف نفسه انه فوق الغضب سحله. فانا لما كنت بقى كبرنا ورحنا له في الدير بعد الرسامه، هو اللي حكى لي الحكايه دي بنفسه، قال لي انا كنت داخل دخله غلط، كنت فاكر نفسي هادي ومفيش حاجه في الدنيا تستاهل ومت عن العالم، وداخل بقى على درجه مقاريوس وداخل على درجه امبنطونيوس يعني. فرئيس الدير جابني الارض، ودي ترجعني للقصه بتاعت ايه؟ الدلال اللي هي في المحاضرة اللي فاتت، إن كلنا محتاجين. يبقى عشان ما أعثرش في الله في الطريق، في ثلاث مبادئ حطنا. المبدأ الأولاني اسمه الشمولية، المبدأ الثاني اسمه الحكمة، المبدأ الثالث اسمه إيه؟ قصورنا في فهم محبة الله. وعلشان كده بيقول افرحوا كل حين حينما تقعون في تجارب متنوعة. إلى هنا أعاننا الرب. يا ترى الفكرة وصلت؟ فهمنا؟ يبقى إحنا اتكلمنا النهاردة في ندوتين ورا بعض. الندوة الأولانية كان اسمها إيه؟ الطريق ومستلزماته. والندوة التانية كان عنوانها العثرة الكبرى في الطريق. عايز بس أراجع مع حضراتكم بكرة. هو القداس بكرة بتدي من كام؟ عشان أنا عايز من 8 لـ10، وبعد 10 في بريك فطر، ونبتدي من 11 وهناخد ندوتين برضو، لأن واقعيا أكتر من ندوتين الناس بتتعب قوي. وبعدين بكرة بالليل يبقى من 5:30، هتيجوا 5:30؟ بصوا يا جماعة عايز أقول لكم حاجة، لا بجد بجد، خلينا واقعيين، الواقعية تحمي الإيمان، مش كده؟ خلينا واقعيين، لأن امبارح كنا في بلد ما يعني من بلادكم هنا، وأبونا قال الساعة 10 يا جماعة، وإحنا ويك إند وموراش حاجة، وكلنا هنيجي الساعة 10. الساعة 10 أنا التزمت الحقيقة ورحت، كنت أنا وأبونا اللي بنصلي الثالثة وبنرد على بعض، أنتوا واخدين بالكم، وصلنا لغاية وقت الساعة 6 إن حد يجي، أنتوا واخدين بالكم. فأنا عايز أقول حاجة، ان احنا لازم نتفق على حاجه، اللي انتوا هتقولوه هنحترمه. القداس هيبتدي من 8 لـ10، 11 هتبتدي الكلمه الاولى، اوكي؟ لان اللي بيجي متاخر الحقيقه او بيخش في نص وعظه ما بيبقاش دريان ايه اللي اتقال، والوعظه كلها بتتبني على بعضيها. اتفقنا؟ يبقى ان شاء الله بكره الساعه 11، وبعد الظهر نخلينا فير، بلاش حاجات 5 اللي انتوا بتقولوها دي، نخليها 6، نخليها 6 بس نيجي 6، ولا 6 بدري؟ 6 علشان ترجعوا بدري، لان هيكم عندكم يوم الثلاث شغل. اتفقنا؟ يبقى اتفقنا على الميعاد الاولى. ربنا يدينا نعمه، والاسئله ان شاء الله نرد عليها بعد الظهر، مش النهارده، بكره بقى، بكره هيكون في باقي الاسئله. لالهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد، امين. اتفضل نصلي. اللهم يا رب مجعلنا مستحقين، نقول بشكر يا من الذي في السماوات. امدوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم.